نعم نوح المري هنا كتاب كي عدها كتاب باب الاستطابة يقول الله يا شيخة استطابة وحنا من الطيب قفك إنه استاهريو ونجاسة إسكزوليو أي الله يا سيدوك لو حليلها استنجان وليلها معنا قفك أذيك إسكجريا سيدوك لو حليلها استجمار وليلها مركا حديثك أنس أيوكو بلابي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أن حديثك أنس أيوكو بلابي سيدي عدد أهيد أنس أن ترجمة كسمين الرهوب حيد أنس ابن مالك رضي الله عنه ابن نصر ابن النضر ابن ضمضم بن زيد بن حرام من محوها صحابي أصان كشيكي وحولي هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مدينة أي نبي من عليه الصلاة والسلام مركو مدينة إيمانا إن وحولي هي وحانجروا إلى 20 سنة أما ابن وحانجري ابن 10 سنين 8 سنة يانجري نبي نحو قدمين هي 14 سنة أي قدمين هي مركو نبي هذا ودعي إلهي سبحانه وتعالى عمر دار وسيي روايدا قاركود إلهي أولاد بدن واسير أولادي سو على شيء إن سديت عرو ولا لي قارو حليه تضبات إن سديت وحكا سنة صدح بصرة يكوب يروذي أنس حديث النبي كسوري أفكيس وكسو قاذينا كون إلا بقول يسديت الحديث يكسوري النبي عليه الصلاة والسلام مركا في الحديث المتفق عليه وبخاري مسلم وجرى أنس نوا بقول إلحدن سديت بخاري كل يسوع صار سديد حديث مسلمنا طلبات الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيو قدمي سأد ياد وقولي أناس حديث كان مركب وما دام النبي وقدمينا يحلص على حاجات كنبي سو جذنا يأيو وعاد النبي قلوا مركب حديث كان أيو كسوري واستنجدنا وحيتها واجب مركب في الشرع سن حكم كذا مركب لفيريو قفك إنه نجاسة إسكزوريو وواجب معايا قفك أصبون كهذه سفعة كهذا دقين أم سحر هذا هدو صلاة كذو أم هو سقاطه وحي صلاة سوى الوسوع لنا يا سهزرة هذه واجب وطهي إنه قفك ومركز وصطاهري المركز شيخ هذا هو حكب الله أذابتي وكب الله بي معناه واجب هذا أجر السجد وحل هذا هي أذاب يوحل هذا أحكام اللي راح شيخ أذابتي وكب الله أذابتي وحكم هذا حديث كان أنا صوكب الله بولي كان وحوها نبقى عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء هدو سولوك قالوا إنه يكد عيس دعذان اللهم إني أعوذ بك إله وحكا من قلي من الخبث والخبائث شيدانك كان لدك أي كان لبت أهباء وكان من قال إله إنك من قشد معايا يلي وعنو الشيخ نبي عليه الصلاة والسلام حديثك لأي وحنو الشيخ إن يكون نوليهين إن سولوك يكون نوليهين وحيابها إن ذات كان مقالة إن جني يدي شيدان هذا هل كاس إن يكون نوليهين ونو الشيخ ولذلك خوف مسلم فحال رأى منك وصولي قليا إنه مركز إلهي كمان قال شيدانك كان لبط آي كان لديك أهبا ولذلك حديثك إن هذه الحشوش وعليه محتضرة نبقى على حديثك لو ليه مشغولها أنا كيسان وحاج جورة دقن ولا دقن يهي وشيدان هذا سدقن فإذا دخل أحدكم الخلاء حديثك أو أبو داود أنا هاي أصحاب ترمذي أبو داود أنا يهي وعليه هاي هداد كشان سوليقا وعليه هاي فليقل حديث كان اللهم إني أعوذ بك من القبط والقبائث معي الوالد دقين النبي عليه الصلاة والسلام نركا دعنا محفلة يا دخلنا ويقرنا يا أنت بطن ولا يقانا قفك استوى مسلم أهنا وأنه برتاء ذاب كاس معي لي قاسة ندت كنا يورب جوا نجا مركز تا وحنا قلنا ما لها شيادين تجوا وبطن أيوه إن جونا تصدرات ذو حمهم على مرمانا إنه قفك دعاء اسمه مركز استوى إلى هبل إذا دخل ولكن حديث كمر كلا هاي مسألة أن لقى الله يهدى استطابة سيدة يا دمنا وحان شيئا وحيتها وحليلها إزالة الأذى عن المخرجين لبدا دبرك يقبلك وكسو بحث سحرائك هذا إن لقى الزوليو وحيابها وصقل ونجاسة لقى حجرها لو قسلوا نقح لو قسلوا أما وحي بدل كودة نقن كرم مركي لقى الرياب وحيابه ونبقى عليه الصلاة والسلام ونو دي دي سيدة ديقذ أرق وكلاء ديقذ حولها أما لفها أو إن لقدر يجي استنجاء لقدر يجي معايا النبي عليه الصلاة والسلام حديثه ما هو شيء لفها يدري هذا إن قوت وتهي
شيدانا جنق انه يقوط وتا مرق جنق مصنع كجرة مرق قوط كيزين عادي سحرة اسكاها ترتنى لما بنين لفها يو حالك الرأي بكلية يو دقادة حولها مرق حكم كلا قادنا وحيتا نفذق حو استعمال انا سحوري كان اذا دخل الخلاء هدو قالوا وحو المسؤولية او يدعنا اخر جير مرق سؤول قوده هيد مال وحرنا لانو حاقبنا هيد ذكر إنه بنانين مقع إلهي سمع اللهم مقع إلهي اللي وشيبه ما له نجاساتك إن ما بنان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيح أها أصله مالين كاتش كادين هاي يعني سحاب السلام السلام عليكم وكيد نبي قوم جواب مرك شف عليكم السلام ودي معايا مقع إلهي السلام مقع إلهي منك أصله حاجة بدون جديد النبي عليه الصلاة والسلام إن لي راه إن السلام عليكم الله صار ترى ديت أيه واحد اللي يهيه مرك and murku ka hadal ama sayn haajid gootina waxa aysan ninku u yimid wuxuu yiri wax kala ma haayga xumaha u qaadin salaad waxa ka qaadi way waxaan ku jiro yiri waxaan diidan anoo waxa jigu ina dhikriga ilaahay ina sheego magaca ilaahay ina sheego sadarad adoo suulu ku jirto qofa salaam aleekum oo ku dhaw ina aad aleekum salaam ah dadka inta badan mobile-ada suuliga la galayaan suuligana waxa caadi ah qof musna ku soo waayay dadka Soomaalida marka ku soo waayaan salaam aleekum warka bilaab adoo inta warka bilaab mobile هذا سؤال جافر إذا ممكن أشوف كتير هيدوا وش عليكم السلام عليهم هاي عليكم السلام سردس كم بنانو هذا ما هذا هو سؤال كجرا إن هذا مركا ما قاعد عليه الشكل مركا لكن لفظ إذا هم تقا وحفايدين ولا إذا دخل الخلاء خلاء دو خلاء مركا حالا نجي إذا محذوفة كجرا لي ركا علوم هذا عليهم لبق قوله يقول قبان حديثا إذا دخل الخلاء إذا أراد دخول القضاء الخلاء للجنة هدو الدمعه ولذلك آية القرآن إلى يعليه مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مركب القرآن آخر استقبال العذاب بالله سيسا مثلا أنت الآخرين معنى ما في إذا قرأت القرآن حال جذا فإذا أردت قراءة القرآن للجنة مركب أردت إن القرآن آخر استقبال فاستعذ بالله عذاب بالله سيسا بالله لكن معنى هذا ما مركب القرآن كأنه ميزين يترى عذاب بالله مع آية الحلية في إذا قرأت هذا آخر سورة القرآن كأي آية ثالثة لهذا لكن محذوفة كجرو ثالثة ردت مركو لها الشيخة يعني أنا صورها نبي وحوها إذا دخل الخلاء دعذان اللهم إني أعوذ بك من قبث القبائس وأخرجني وحللج إذا أراد الخلاء هدو الدمع النبي أو يقول إيهين نعم سيدو كلا الشياطين تيني جوغان حديث كان وحو عديي إني جوغان مسؤولي كجران إدقيهين صدرت إذا وحاس من آلات وحكمي إذا دتك هذا هي تقوليها شيطان يرجو يواصل هذا الشيء يو علماء كتب ذلك قرآن مرك بارين أسباب تودولش وحن شيطان كان أصول وير رأيو وعو عن حليه الله بحاله مسقول سولي وحال ربعين كي يدو فرن الله سحده معه مع إيه إذا كمصو فرك على الباب مرك الباب كده كحرتي بقصد بعين لكن مسقول شو كوف فرن قصد دتك أو دكان إن وريها إن الله هاي إن استوديو الله هاي ومسقشها كل أحفرن مسقش إسكال أحفرن تهاي ديك كل سحدان شيطان إيه اسمه دافن إن الحرار على الباب وعلماء ورقية آخر سعر ما هتبارك وعكمل استوديو كان مسقش إلا النظيف في لفته كان جيني النظافة ما جعله مسقط كلير مركا أركتذو كون نظيف سن وعوا شيطان كم معلق مركي مسقش قشن كي وسق تحته معي إيه بخش قبك يملاه الجوجام سدوا مركا إن الجوجان حديث يقول إن هذه الحشوش محتضرة نبي قل هاي والجوجان قل هاي ولجاني شياطين الجو مناسبة لو أخرنا الله مرك اللهم إني أعوذ بك من القبث والقبائس أساسوي مرك أنا وأمينين وحاس تدرح يقولي وحاس مجرى ما شيطان إني دقيه نسولي حديث تسنوشن حديث كلو حوي عن أيوب ولي وحكو جرى شيخة آذابت وحكو جرى استنجد وحاني الواجب ولذلك استنجد وحكو أنصح ذا إن بيو أصله هذا بيو ويسد معوينا لا رح أستعماشين لا رح حتى الله ودنا قال لا مستعما لا رح بدل كيس تيشو وقال تيشو بوصل لا رح كوجرا والوسو خفيف يقول لا رح ودتك وبحق جرا الجابة دتك لا وعنو قاسي جري هذا وحيل الوسو جرعية هرمر هلا جهري مارك السلام فأقول يا هرمر كم جديدنا مارك تيشو بوصل لا رح كوجرا لا بد أسمد هذا لا بد يسكون درسين واقف في عنده ولا من السنن وحاء ماشين نجح استعماشت نعم لأن أنبياء استعماشت أدات وحكمي ذي مركز استنجد السدوق كله هذا أدات وعنيل كو استنجد حكم بالابن المسقول قريب مسقش مرقى قش العوير هذا كقول مسقش إلا أذى أكعوذ بالله ستي ثمان أو شيطان إلهك ما ينقش أنا ما أنت
مسخوش من روح شيكيسة دونا أيوة وحصل أنه ما هندونا أداب تكو وحكم إذا قليد وحالي يقولك قلي سيدبا وحالي تهيكو إن أدعو على ساخر ستا حديثك قال أنا أبي أيوب سوري الأنصاري أبي أيوب الأنصاري أسقط نين هلال الأنصار وها معروف ويشهد البيعة وحوك حاضري بيعة وينيد بدر يو أحد يقندق دغال الله ما خيب قالي بيعة الربوان وجوغي النبي عليه الصلاة والسلام وحوك سوري بقول كنت الحديث رواية قارخود عليه بقول كنت الشن حديث وكسوري الحديث المتفق عليه مبط متضبع حديث هي بخاري مسلم سقوا فقين وأبو أبو أيوب الأنصاري وليه هل حديثنا وكلي وكليوبي بخاري أصول صارح الحديث المسلم أصول صارح ولذلك مجيء سوى خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة النجاري ليرها وقت يوم معاوية يزيد ابن معاوية بنتي ودتك وضاه كمدها نعم رواية قرقو عليهم روم كنت روم إملاس أي كنت عليها زمن معاوية أصلاً حليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي النبي نحن يذكر في ساعتين وعور إذا أتيتم الغائطة عدابت ماذا سوليك أما مالها أتقص حرون إيسان غائطك وحليل أقولك ما يشكل لك كريب ما يشكل قدك أه أي غائط لإلها مقفت أقولك وكل كريب ولذلك قدك بادية أمرك سحر آذيا أقولك ما يشكل كريسي هوس قد قداش يسا أمو حيقلها مال أوكستون ودتك كهوس يسا أركيني قلايا مرك غائطة وجاء وإله سبحانه وتعالى القرآن كما شيخ ان غائط وحلل جدا المكان المنخفض الارض مشى حد لك قائد مجرو مراحيده لا سميست قلل يو حما سميسنبه لكن مركو هو صحراء حكا سلو تجي جري كاد ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتيتم الغائط حتى مشى الغصحرون يا تختان ولذلك مكان قال لها لك هذا مقع واسبدل صحراء نفسها غائط وبحش باسم المكان اللي مقعاه نعم نعم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم من النساء آية سيد جاء أحد منكم من الغائط غائط كي من مشي للك سوكين نعم إذا أتيتم الغائط هداتي ماذا مشي سحاكوس حرون إيسان فلا تستقبلوا القبلة قبلتها وجيسننا بغائط سحرها ولجيسننا ولا بول كاذنها ولجيسن قبلتنا أو كاذن ما قبلتنا أو جيدنا سحرات ما أو قبلت أجيدنا أتكاذن ما وعلوا ولا تستدبروها دبر كنا حجين قبلنا دبر كنا حجين هذا كهذا ما ضو سحرونا لكن حال سمينا ولكن شرقوا وعير بركة ليه وغربوا أم وجيست بري أما قلبك وجيست مرك شنوب جنوب شمال الجيزة ما معناته أنت وجيست دبر كنا حق مرة هذا أنت وجيست من جيست قبول كنا مرة لكن دنا عن لا بد دنا وقلبك يبرئ هذا وجيستان ساسوا لنا وعليه مرك سحرونا إنسان طب حديث كان كو دليل عدو يهي إن أي ممنوعتها إن برنانين ليس من الآداب لك الله يا قف قبل ذا أجيذ إنو كاتشو أم أو صحرودو أما قبل دبر كيسي حجي قبل ذا إنو كاتشو أم أو صحرودو نعم لكن فوق هذا حديث كان واسق خلافين لبس سدح نوعوي نوع حي رهين حديث كان واب الدم منك وجهسته ومطلق قاعتين حديث كان قارن وحيرين مية حديث كان منسوق وواب الله نسقي حديث كان نسقه ما شرب له جهسته كان حديث كان والله نسقي ليهين حديث كان وراها يا جابر مجاهد عن جابر وعليا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نبي ذكر حديث عور ريبي أن نستقبل القبلة ببول إن قبلة حق هذا أنا وجهسنا أو كاذنا فرأيت وحارق قبل أن يقبض بعام سنة أنت النبي أقول لمن أنه حارخي وعليه يستقبلها أسوق بلده حقيقة وكهذا نعاكي رجع عليه فعل كنبي عليه سلا سنة سنة أنت أقول لمن كوريا كان حديث كان ومره ريري أن نسق إلى هاي حديث كان اسمه جابر وعليه ده هو ضعيف وأحمل نسق كره علماء دوا الدين قارقود عيرين محادعي وحكوا جرو أبان ابن صالح لا حكوا جرو ضعيفة سنة كيسي ساس درا ده ما حصوها رمر ده كيرين حديث كان والله نسق ماشر ولا جيسي كرا حديث كود علاج على جهل حديث ضد حيرين مب حديث كان واجب إن لو طبق واي ومطلق وأنا طبقة نين وجيس كرمر قبلنا طيب قبل هذا وحايمد ولذلك أبي أيوب واشي غير روايته وشيء وعليا روايته كله وعليا أستغل في إسرائيل حديث وعليا شام أن تكني نعم وعليا شام مر كان تكني أي محان أرجو كلية فقدمنا إلى شام أي غير مدينة آية شام يتكن
عور مركها إما نحارن فوجدنا مراحيض مسقلة مسؤولية وقطبون يتنحو الكعبة وكعبة حق هذا وجيدا قارن كعبة حق هذا ولو كادنا وبيري مسقلي ساسي ودسيين وعور ليه فننحرف وحسب يجر نور مركها مسقش مركها كان له ماشي عن فريسان جيس جيس يقول لي حجر نور سيد بري أم قلبي يقول لي حجر مسقش نع مسقش تناطر لك وين عمل معها وتناطر لك إيه زما تملك مركا لين عن وجيزاي ماشي قبل ذي ديدين دبر كذا أم قبل وجيز تعقب مركا سوعو كويري ونستغفر الله عز وجل إله دب له في دز الجنون مركا شام لك نوال بتون في الحديث كعلماء قال توحي إليهن أم وصل كجر أم برنان جو ما ببرنان قبل ذي نورس قبل ذي لوجيز مسخش أما قبل دبر كذا الحجيو وعلى ما قبل مسؤولي ذا مسؤولها إن لول ليحيو لين عقل بيت إن لوجيز أنا قبل ذا قولوا قصر مركا كريسين يسيد دولة قصيصو متلا قولوا كان قصر وام قبل ذا أمجي هذا مصوشيس وكبحا قف جير مجر قف جير مجر قصر نعم مربا دي قصر ليسي نعم أما حتى قولوا إجار ليسي نعم حتى قولوا أرب تنبا ليسي إذن سيها الحديث كان مركا النبي نوحوا ليه يالو جيسني قبل ذا يالو جيسن دور كي الحجس يلاقى هذا ولذلك قولك استحاد فقهاء في عام يقيل إذا كنيها له قولك سبعلي لما حد حديثك ولا جمعنا نينك بنانك تكون سحرة سحرة يكون قبته كاذب يكون سحرة يكون قبته قبل ذي جيسن دوبر كيسن وحجين أما نينك مسقول كجرا صدر يا بولي حصول دربي لا دربي قاس كعبدك علنا ماشي لو جيس ماشي أصل وقفك هذا مرك مرك مسقول هذا كفيرين هو مرك ما دام دربي نيجي حلو نعم لذلك حديث قال إمام ابن عمر الله يا يعني نبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا شيء مت حفصة مركز قارته تكتب النبي وحارق وصوله كجرو قبل ذا يوجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا وحى عن مركز حتى هذه أتقفر طال مرة قبل ذا نخف وحاسك حجتها ستر زمان وحبا أسك حجني ذا ستري مركز ستري قاس أياكو أمرك أكعله مصوش مشي يوجد مشي لوك هذه يعني. نعم حديث مركز ساس كاس إن الطبقة أيا مركز أفي عن أيا ونكسر ان سدوا كلام مساله ذا كلام علله النهي محتا مح قبل ذو وجيسوي قبل ذو محل وجيسوي مح دوب له هنا مره وحليه تعظيم للاظهار ومركز انا كان بده احترامنا قبل ذو ولا احترامه ولذلك مذهب الشافعي هذا مذهب حنفي قد وفعين قبل احترام ادب وددالا وارث مساجدا واسوين دغنيه هذه قبل ذو وجيه دلوه في ست عقول له ولا قبل ما له وجيس لا بقول له نعم تعظيمه مرك علته وحوى إلا تعظيم قبل ذا ورد واسو أروت حديث كان إنك قاتل إيجا دليل يا وح أو لأن قفك إنه عورضي سوء جيدي قبل ذا أما عورض دوبر كهات أما هرأت احترام دروا سوما أذيبه بن آدم إنها تو أنت كوسوس تاع عورض قصو نك جيس على ذا سوما أنا ندرس عورض الوصول لعلم نعم فما بعد مرك قبل ذا إلا تعظيمه مرك الله وحكي متى إهانة ذاك متى الله سوما الذي الله إهانة وما هي سوما لنا سوما اللغة كتاعك لكن مركزي كتاعك اللغة لكن أصل هم لغة إهانة وأساس درادة أي مثلا حنفي آدي أردس تشجيديا نعم مركب معنا مناسب حوي تعذيما لقبل إن الله نعم ولذلك حديث وحجر سلم ابن وهرام وصوري عن صراغ ابن مالك حديث أجرة وصوري سلم ابن وهبان عن صراغ ابن مالك وكيقول إذا أتى أحدكم البراز نينك هاتو ماشي سحرة وي مادو فليكرم قبلة الله عز وجل قبلة إلهي أكرم ولا يستقبل القبلة نعم قبلة يوجي سن قبلة حقيقة يوجي سن مرك تعليل كاسنا وعود دليل ويا إذن إن إن إن, إن كعبد وين سكير دراد هذا أو لو جديد إن قبلة أو عرضة لو جديد نعم قال كلا وحي إلهين علة التاسكري ما هان ألا تستقبل القبلة ولا تستقبلوها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا موجها للقبلة مركي حديث كان عدينا أصغر مركي سحرتها لا مركي مسقول أكو جبت سولي أكو جبت درب وكاحي وكاحي القبلة لا بأس مركي ستلة داسة ميزته قبل دي مالها نعم حديث إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة أسامي حكينا اللي هي النبي ونهي والرهيب ممنوع نيتهي علة المنعين واشيقني قبل ذا أيها لوينين يا نعم
ولكن شرقوا وغربوا دين عقلبيتك يقهر يقوي يبرق وجه سنة وحال لجي ذا أن غارة وحي إلهين أن التشريق يتخريبك وحال لجي ذا قبل ذا قلافة اللي لجي ذا ما هنا شرقي وجه سنة في هذا ما قلبيتك نفسك وجه سنة ما ولا وغرح ودع وجه سنة ما أما قرح كصبح شرقي غربي محايا لي وحيقول لي هين كالمدينة التي لنع الشرقي هذا أول جلسة النبي مقالة مدينة أبو آدم نفتك مركي ما كل الجو هذا لنع برق جلسة مدينة أبو آدم مركا حديثك نهي جلسة شرقي وجيزي مدينة وجيزي مهنة مركا وعواء ميل كليحي قبلتك كليحي هو مركا ميل تضب تضب وصحروه معناه سي غلوعا ومخرب شغل الآن تاز قول أتري نعم مرك حديث كاس أسقنا وعكلوا فإذين يا معناها مرك حديث كان خصوصا كوبينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.